So don't be not for sale. سودان بلا حساد بيت باي ام رافض برودكشن سودان بلا فساد سودان بلا حساد كان يا مكان يا مكان بالامكان نسوي دولة ولا حتحصل في الخيال بعد ما كان سودان مصدر قوت القارة السمرة عسيبق السودان ما لاقي ياكل حق تمرة ده كله بسبب الكرسي حضنينه بتقول لك قوية كم قلنا شغل الكرسي بتكبكب زي بلا موية يستخدم العنف وليش صم الصمم عليه ولو قبلنا على العنف والله ما بتقدر عليه يطلع في التلفاز بنباز ويقول شماشة والكعوة وقت الحق متهيئ انه والباشا بالكذب والنفاق مسك ضيع البلد كاتب نص شبابه والقلن زوده بنجلي لو قايل بطريق تقديم بتقدر تحكم دولة والله بطريق تقديم ما بتقدر تحكم نملة ويجوك نص الشيوخ يا ولد ما ترجع بيتك يعني بدل ما تكورك استحسن تقول له ابشر الحاكم زي الحاكم ما حاكم بس لكن حاكم بنكر في غلطات احيانا بتجيب جلطات بس برضه جميل لا حاكم طب يعني جميل يعني تنفذ حكم ربك طوالي بسمع الطاعة فهذا حاكم وليس له سوى الطاعة وانت جاهل مدري عليك ما فهم الدولة بتطلع موكب عشان تزوق من تعطى المولى يستحسن ترجع تمشي طوالي تشوف حياتك وتقيف وترفض عشان يشوف مماتك يا اخي اسمع والله الدنيا كعبة ما عارف بديك في جنة لما شايفه زي الكعبة يفتن في القبائل والغلط ظاهر وباين وانت لسه قاعد بتعبد هذا الكائن نسوي رايح من الجرائم والفضايح تكضل باسم الدين ويقول انا الامين تكفر اهلك وقول عليهم ميت الدين يا اخي اخجل مسوي انك فهم الدين وين الدين هل بيحل لك دم المسكين وتعلمك ما تخاف اخوي فداني بحياته ما تشهيده واحنا ان شاء الله بنلحق شهاته اجل ما تنفع اهله طوالي ما منه خير اختار السلطة وبعض ضميره زي الطير نحنا شعب الدولة ما بنخاف معانا المولى وانتو ناس السلطة من دونها بتجيكم جلطة هالثورة مستمرة ما بتلاقي في لبعض الدار شعبي حر تستعبد وكيف تستعبد احرار يا غدار سودان بلا فساد Beat Boy Amurafa Production.